لي فيك ما يحلو، لي فيك ما يحلو، إذا كوني على مرأى من الأيام واحتفلي. فلي أن أفضل من بين كل سروح البلاد مقامك أنت، وأجدو بعشقك أنت. صفاقس في القلب ترنو، صفاقس في القلب ترنو، وتصحو صباحا على خفق نبض المصانع يعلو فتعلو. لي فيك ما يحلو، إذا كوني على مرأى من الأيام واحتفلي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عاصمة الثقافة العربية لعام 2016 صفاقس تعطرت بنسام الشرق والغرب، حلت بها وفود من الجزائر، وغنت فلسطين، وغنت سوريا. في هذه الحصة سنحاول أن نتابع مختلف الفقرات الفنية والموسيقية التي عبرت من الفضاءات الثقافية لعاصمة الثقافة العربية. أهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا بكم دائما معنا إلى صفاقس، ودائما في إطار صفاقس عاصمة للثقافة العربية. احنا هنا اليوم متواجدين معكم بقصر البلدية لمدينة صفاقس، وهي تحتضن هذه التظاهرة. نصل إلى الأيام المتتالية لفعاليات هذا الأسبوع، معكم ومعنا الفنانة المطربة صاحبة الصوت الجميل، صاحبة الصوت الذي ميز حفل افتتاح تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية والأسبوع الثقافي الجزائري في قاعة محمد الجاموسي، الفنانة الجزائرية الرائعة ندى الريحان. أهلا وسهلا بكم. مع ندى رحين تعرفوا عليها ورحين تتقربوا منها. أهلا وسهلا ندى. أهلا وسهلا أختي نجية، ومرحبا بينا في تونس، ومرحبا في تونس عندنا احنا في الجزائر. صفاقس عاصمة للثقافة العربية والأسبوع الثقافي الجزائري، وندى الريحان تميز بزاف بزاف في حفل الافتتاح، واش تقدري تقولي لنا؟ اولا هو شرف لي اني باش نجي نمثل بلادي الجزائر الحبيبه والعزيزه على قلبي وعزيزه على قلوب كل الجزائريين في بلدي ثاني تونس الجميله بناسها وطيبتهم وكرمهم. اولا نشكرهم على الحفاوه، نشكرهم على طيبتهم، نشكرهم على حسن استقبالهم، نشكرهم على احتوائهم لينا كاخوان جينا من بلد الجزائر. اكيد كان شرف لي اني باش نشارك، وحفل الافتتاح كانت عنده نكهه خاصه، وكان شرفني انه قدمت اغاني تراثيه جزائريه، وكنا الله يبارك باحلى حله جزائريه. فالحمد لله انه ربي وفقني وقدمت الوصله تاعي بامتياز الحمد لله. عشقت الزين يا عباد وقلت تهنيت، على نارو لو كان جزيني دخل الجنة، لو كان جزيني دخل الجنة أو العشاق في الروضة. شكرا نجية، كانت هذه بداية لقائي مع الفنانة الجزائرية خلال هذا الأسبوع الثقافي الجزائري. أردت أن نتعرف أكثر عن رصيد هذه الفنانة. هل لديك رصيد من الغناء التونسي تتغنين به في الجزائر؟ أكيد في الجزائر كل الحفلات تاعنا لازم يكون في غناء تونسي، لأنه بحكم أنه قسنطينة، يعني الناس الشرق يحبوا بزاف الغناء التونسي، والمالوف القسنطيني يشبه كثير المالوف التونسي. رغم أنه أنا مشواري الفني يعني مش يعني غنائي، أنا طربي أكثر منه، يمكن عملت لمسة خاصة بي. ممثل تونسي لو سمحت.
تونسي يعني اني شويه بلا غريبك وعارفين انه سافرت وجيت ويعني انتم عزاز وغاليين عليا. عرضوني يا زوج سمايا وحده في نار الاخرى شمعه ضوايا. هل غنيتي قصائد عربيه بالفصحى؟ اكيد غنيت والحفل لما حضرت حفل الافتتاح سافرت كانت عندي حفله كبيره في الجزائر اكيد الاغنيه كانت من كلمات الاستاذ معالي الوزير استاذ عز الدين مهوبي ومن الحان الراحل محمد بوليفه اكيد كانت عندي كثير من الاغاني باللغه العربيه الفصحى لانه بحكم اني شاركت في مهرجانات عربيه فاللغه العربيه الفصحى اكيد لازم تكون حاضره. من خلال هذا السجيه بردت ان امر مباشره الى لقاء كنا اجريناه مع الفنانه اللبنانيه هيام يونس وكنا سالناها ايضا نفس السؤال عن مدى تغنيها بالقصائد العربيه او قربها من القصائد العربيه ونحن نعرف ان هذه الفنانه عرفت بقصائدها العربيه. فنتابع هذا الحديث ثم نواصل باقتنا الثقافيه لهذا اليوم. من على مقاعد الدراسة حتى من صغري عشقت الشعر والأدب يعني في عمر 9 سنوات تقريبا كنت أحفظ 2000 بيت شعر من محبتي وعشقي للشعر يعني وغنيت من طفولتي يعني بداياتي كان عمري 4 سنين غنيت قصائد كوكب الشرق أم كلثوم سلوا قلبي وبعدين طبعا صار عندي أغاني خاصة. أنا نشأت في 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 بيت بيحب الأدب بيحب وحتى أسماءنا في البيت الوالد كان يحب كتير أحمد شوقي فسمانا في على مقطع من بيت لأحمد شوقي بيقول فيه الوجد وجدي والغرام غرامي والشوق شوقي والهيام هيامي فشوقي ووجدي وغرام وهيام في البيت يعني أسمائنا. فالشعر والأدب أستاذي قطعة من ذاتي إلى جانب النغم الجميل يعني بين النغم تحيا ويا تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل. ما أقرب أغنية من أغاني هيام يونس على قلب الجمهور العربي هم 2 أستاذ قيس. الأولى في تونس وفي الوطن العربي اللي هي تعلق قلبي طفلة عربية والثانية أغنية لبنانية في لبنان أصبحت هويتي الغنائية الفنية يعني دقبوا بالناس كلها. ابن الخال يا ابو الشال العنابي وهديتك منديل وشال وغنيه حلو وموالك تتذكر ابن الخال يا ابو الشال العنابي تتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابها ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابها تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس ما بينسى الاحبابي.
إضافة إلى المسرح والشعر والأماس الشعرية والعروض السينمائية. استضافت صفاقس في إحدى ساحاتها وحدائقها، ساحة وهران أو حديقة وهران، الوفد الجزائري. وهناك تعرف الوفد على باقة من الموسيقى التراثية من منطقة عقارب، إضافة إلى عرض للباس التقليدي والحلويات. أستاذ سمير، فما تشابه شوي في الحلويات؟ تشابه في المكونات، في الشكل ربما، بصح في لوغو أنا تذوقت شوية منها، يعني كنت تذوقها كامل ما نتعشاش. وحلوة برشا برشا، يعني مليحة مليحة بزاف، ويعني التقارب يعني خاصة في الأسماء كما الملبس. هذا عندنا الملبس أيضا في الجزائر، في قسنطينة، في وعندنا البقلاوة. كنت نشرح لهم بلي البقلاوة اللي عندنا متكونة من الجوز واللوز فقط. أنا نشوف بلي كان الأباطامونت، كان اللوز مع الفستق، ومدت واحد التزاوج مليح برشا برشا. وخيانا جزائريين في المكان هذا عندها أكثر من رمزية. الرمزية الأولى اللي هي تشهد العلاقة اللي تربط بين صفاقس وهران، بحكم التوأمة بين بلدية صفاقس وبلدية وهران اللي أعطت الثمرة هذه ساحة وهران. الرمزية الثانية أنه هالساحة هذه باش تشهد إن شاء الله تحول كامل في إطار مهرجان سر النوار اللي هو تابع صفاقس عاصمة للثقافة العربية، واللي باش تولي فيها الحديقة في الحقيقة حديقة وهران شكل آخر ونوع آخر، هذه في إطار تثمين هالعلاقة هذية، وفي إطار فعلا مرة أخرى التعبير على هالعلاقة الأزلية الأبدية بين الجزائر وتونس. الفن دائما متسع لمشاغل الإنسان حيثما كان. القضية الفلسطينية كانت حاضرة في صفاقس وفي فنها وفي العروض التي قدمت فيها من خلال فرقة فلسطينية، وأيضا من خلال مجموعة الفرق التي غنت أغاني ملتزمة على ركح المركب الثقافي محمد الجاموسي. موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الرهدى ولن نكون للعدا كالعبيد. ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبدة عيشنا المنكدة. لا نريد بل نعيد مجدنا التالي، مجدنا التالي. موطني أعطينا القضية الفلسطينية يعني حقها في هذا المهرجان، وصادف أن هناك تزامن مع المهرجان تم ملتقى دولي للعودة في تونس، أسبوع التراث الثقافي الفلسطيني، فعرضوا علينا حضور فرقتين من فلسطين فاستضفناهم في هذا المهرجان. يعني كانت مناسبة يعني سعيدة لنا، بالنسبة لنا احنا.
طبعا الأغنية الملتزمة هي جزء من الفن العربي الملتزم ومن الفن العربي عموما، يعني بما في ذلك التراث، الأغنية الوطنية، الأغنية التي تتغنى بجمال الطبيعة، الأغنية تتغنى بدفاع على الهوية، الأغنية التي تتغنى بحب الأرض، حب يعني كل ما يرمز إلى الحياة، إلى هذا الوطن الجميل. احنا اليوم طبعا فرقة الكرامة لها تاريخ طويل، عمرها الآن 36 سنة قضيناها بحلوها ومرها، ندافع على فكرة وموقف هذا الفن النبيل، هذا الفن الذي يحمل رسالة. هي المجموعة هذه تسميت باسم مجموعة سيد درويش، إكبارا للفنان الشعب اللي هو يعني أثر في الثقافة الوطنية العربية والموسيقية بصفة خاصة وأثرها وقدم لها الشيء الكثير. اليوم معناتها أغانيه لحد الآن ما زالت معناتها تتغنى رغم المرور أكثر من عشرات السنين، بقات هي ديما حية.
أنا لي إن شاءت خطايا، أنا لي إن شاءت خطايا، حملت روحي فوق أيديكم فراشاتا، حملت روحي فوق أيديكم فراشاتا، وجسمي نرجسا فيكم وموتاي الوداع. يا أهل لبنان الوداع. احنا حاولنا في مجموعة أجراس من خلال نصوص لمحمود درويش لصغير ولد أحمد، شكري بالعيد أيضا يكتب شعر، وشعراء آخرون من أمثال رجاء بن حليمة وغيرهم، أنه نحاولوا نأثوا المشهد الموسيقي التونسي والعالمي بأغاني تحمل في نفس الوقت الكلمة الجيدة والكلمة الملتزمة بوقعها، ثم أيضا الموسيقى باعتبارها فن الصوت وتشابك الأصوات، فما أحوجنا إلى موسيقى وكلمات تكون تنبض بنبض الشارع. وليكون مهرجان الابداع الثقافي للاتحاد العام التونسي للشغل في دورته الرابعة وفيا لانتظارات صفاقس والانتظارات الوطنية، طبعا احتضن حفلات تراثية من التراث الموسيقي الجهوي والوطني، وكانت ساحة باب الديوان ركحه الكبير لأمسية تواصلت حتى آخر الليل.
كلما هب الرحيل زادك الموج الذي لم يسترح أو ينتهي. كم فرصة كي تنشئي من حبيبات الحنين شاطئا قبل السفر. قلت وهما ليس إلا، قلت حلما لا علينا، ربما غيم سيأتي يلتقي بالعشق أرضا لم يداعبها الخريف. كانت الأرض العنيدة لا تريد الموت فخرا إذ يجيء بالزهور، لا تريد الموت فخرا إذ يجيء بالطبول. هكذا لم يعد غيم موتها، لكنها الأرض العنيدة من شقوق الاغترار أيقظت في اشتياقا للرمال. كل القصائد عالجت قضايا الإنسان في كل تفاصيله، الحب، الجمال، القضية، كل هذه المواضيع كانت موجودة وحاضرة في النصوص التي قدمت في هذه الأمسية الشعرية. وهذا طبعا تابع الفلسفة العامة لمهرجان الاتحاد، وهو مهرجان مفتوح على كل المشارب وعلى كل الآراء وعلى كل التصورات، شرط أن يكون هنالك إبداع. من فلسفة المهرجان هو التنوع في مستوى البرمجة والمحاور، من شعر شعبي، شعر فسيح، الموسيقى الملتزمة، موسيقى الشارع، أمس كان عندنا كرنفال، وكذلك الانفتاح لمختلف المؤسسات الثقافية. والتزوير الشاعر الذكي التاريخ يكرر الذكرى يخلي معاني راسها تشير رجع صلاتي على النبي حضرة هو لحب المدح والتشكير صلوا عليه الكل بابا الزهرة ألفين مرة مكرر التكرير ونطلب تفضلك يا عظيم القدرة منصور تمحي لك دم كثير. ظلمت ذات غياضي من جرح لكن فيك يمين وماضي تناديه لين جاني البحر في اراضي من كبر ناري شكيت لو كلمته ظليت سخفته فهم الفاضي تخيلت تلاش قال لي وفهمته ظنيت وتخيلت رد البحر جاوب على ما قلت اش بيك يا صاحب سكت غفلت كبير الاصل ما يسكت على ما ظلمته شوف حالكم شوف شعبكم تايه ودخل الفلت درس الحساب اكبر عالجمجمته الضمضمت لنظمت البحر ضمضمته. هنا تنتهي رحلتنا الأسبوعية بين الأروقة الفنية لعاصمة الثقافة العربية للعام 2016. إلى اللقاء.